مرحبا بكم أعزائي متابعي قناة هل تعلم في كل مكان. 18/12/2016، هذا هو التاريخ الذي كان يجري فيه علاج مريض يبلغ من العمر 80 عاما. فقد كان هذا الرجل يعاني من اضطراب في المخ. لابد أنكم جميعا سمعتم بأمر النوبات التي تصيب المريض قبل الموت، والتي تشبه الصرع في بعض الأحيان. وهذا ما حدث تماما، والذي قلب الأمور رأسا على عقب. فأثناء حدوث العملية الجراحية لذلك الرجل وفتح ومعالجة بعض الأجزاء الدماغية، حينها يكون المريض في حالة موت إكلينيكيا. ولكن وقت العملية قام الطبيب بطرح سؤال لا زال يحير العالم أجمع حتى يومنا هذا، ألا وهو: ماذا يجول بخاطر المريض قبل الموت؟ أيوة، عندما يعلم الإنسان أنه بعد بضع دقائق سوف يأتي ملك الموت لقبض روحه، ماذا سيفعل؟ العديد من الناس قاموا بالتخيلات وأجابوا على هذا السؤال كلا من منظوره الخاص، إلى أن طرح ذلك السؤال في كندا من قبل أحد الأطباء. لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع تابع الفيديو إلى النهاية. وكالعادة وقبل أن نبدأ، انزل للأسفل، اضغط على زر لايك، كبر الشاشة، ولننطلق سويا. والآن سوف نخبركم قصة ذلك الرجل الذي قبل موته فقط بحوالي 20 ثانية، ما الذي كان يجول بخاطره؟ لابد وأنكم تعرفون أصدقائي الأعزاء أنه قبل وفاة أي شخص ما، فإن شريط حياته يأتي أمام عينيه مباشرة، مثل فيلم قصير قبل موته ببضع دقائق أو حتى لحظات. وحدثت قصة ذلك الرجل عندما تم حجزه في مستشفى جانكور العمومية في كندا، والذي كانت تأتيه نوبات من الصرع كما نطلق عليها نحن في عرفنا. وأنت تعلم جيدا عزيزي المشاهد ما يعنيه هذا المرض. حينما أراد الطبيب أن يفصح عن حالته الدماغية في تلك الأثناء، قام بتسليط بعض الأشعة على عقله. فعقل الإنسان يتكون من مجموعة من الإشارات الكهربائية والعصبية، والتي فور دمجها سوف تعطينا ترجمة لكل ما يجول بخاطر الإنسان، والذي تم اختراعه من قبل العلماء، والذي يسمى بقارئ الأفكار. يستخدم في حالات كالصرع للتمكن من ترجمة حركات المريض أثناء النوبات ومعرفة ما يود قوله. وفي تلك الأثناء، حينما كان يجري الطبيب الفحص بواسطة قارئ الأفكار، أصيب المريض في تلك الأثناء بنوبة قلبية حادة أدت إلى وفاته. وخاصة أن المريض كان طاعنا في السن، فقد التقطت الإشارات بعض الأشياء قبل وفاته ب7 ثوان، وبعد وفاته ب30 ثانية، بعض الترجمات التي سوف تصيبك بالدهشة، والتي حيرت الناس في العالم أجمع عزيزي المشاهد. إن العلماء القائمين على تجميع البيانات والمعلومات التي التقطتها آلة قراءة الأفكار كانت عبارة عن المعلومات التي كانت تجول في خاطر المريض قبل وقوع الحادثة، وأيضا مجموعة من الذكريات الخاصة التي تكون محفورة في خيال المريض. وعندما تتجمع بطريقة خاصة فإنها تعطي تنبيها بحالة معينة، وهذا ما حصل مع ذلك المريض المسن. فقد قام عقله بتوليد بعض من الموجات المعينة، وهذا ما أكده العلماء أنه قبل وبعد الموت بلحظات قليلة يمر شريط الذكريات كفيلم تسجيلي أمام عينيه، وتلك حقيقة مفروغ منها. في حين أن بعض العلماء قد أنكروا صحتها وبرهنوا على ذلك بأن تلك المعلومات التي قد تم تجميعها كانت من قبل حدوث النوبات تجول في خاطر المريض، وأن العقل أخذ بالتفكير المطلق بها، والتي قد تكون هي من تسببت في حدوث تلك النوبات إثر التفكير المطلق بها. ولذلك وجدنا أنه لا يجوز أن تبنى الدراسة على شيء بمحض الصدفة مثل هذا، وأن المرضى التي تجرى عليهم التجارب يجب أن يكونوا معافين من أي إصابات، وحينها يمكن أن تعطينا تلك الآلة النتيجة الفعلية. ولكن حينها لن يكون هذا الشيء ممكنا على الإطلاق، فما من شخص سيكون على استعداد أن يقوم آخر بقراءة أفكاره، لأنه حينها سيكون على علم بأنه تجرى التجارب على عقله،
وحينها سيتحول كل تفكيره في الفحص الذي يجرى عليه، ولن تعطي الآلة القراءة المطلوبة. لكن يجب أن يحدث ذلك عندما يقوم الطبيب بإجراء جراحة ما ويموت المريض أثناء ذلك، وحينها ستعطى القراءة الصادقة، وعلى أساس هذا يتم إعطاء النتيجة الصحيحة. لذلك لم يفصح الطبيب على ما قد حصل عليه من المعلومات، واعتبر أنه لا بد من حصول أمر مثل هذا مرة ثانية ليتم التأكد. وأوضح بعض العلماء أنه لا يمكن أن تقر النتائج على مثل تلك التجربة، لأنه عند إصابة المخ بأي حادثة سوف يؤدي ذلك إلى حدوث خلل في العقول، مما يؤدي إلى خلل في الأحداث أيضا. وحدث ذلك أيضا مع الأشخاص الذين دخلوا في حالات فقدان الوعي لمدة طويلة من الوقت، فهم من شاهدوا الموت عن قرب. وفور خروجهم من الغيبوبة فإن كبراء الأطباء يقومون بالتحقيق معهم ومعرفة المعلومات التي تفيد التجارب العلمية قدر المستطاع. فور استيقاظهم سألهم الأطباء عما إذا قاموا بمشاهدة شريط حياتهم قبل الدخول في الغيبوبة، فكانت إجابتهم لا، بل وكان معظمهم مثل ما يكون قد سقط في كهف مظلم، والبعض الآخر أجاب بأنه كان يسير تجاه ضوء شديد، والبعض أجاب بأنه كان يسير في مكان جميل جدا. ولكن الآن أصبح العلماء من الأطباء في انتظار حادثة كتلك الحادثة التي حصلت في المشفى الكندي، ولكن تلك التي لا تكرر إلا نادرا. ولكن أنت عزيزي المشاهد، ما هي فكرتك عما يجول بخاطر الإنسان قبل وفاته؟ أخبرنا في التعليقات. وإلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه المواضيع، اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء. إذا كنت لا ترى إلا ما تثبته الحقائق ولا تسمع إلا كل ما يقال، فأنت في الحقيقة لا ترى ولا تسمع. بلا شك هناك الكثير من الأحداث والقصص التي يسكنها الغموض ولا يوجد لها تفسير، هي أشياء استثنائية بأسرارها وعجائبها وحوادثها. بعضها تم تفسيره، ورغم ذلك أصبحت بتفاصيلها المعقدة مدعاة للدهشة والإثارة المسكونة بالغرابة والحيرة معا. إنها لعبة وغامضة، أسلاكها شائكة وأبعادها ضمن نطاق البحث والتحقق. قناة هل تعلم، حيث الغموض سر لم يفصح عنه لوقائع وأحداث وقصص مرعبة تفاصيلها متنوعة ومقيدة ضد مجهول. قم بالاشتراك الآن في قناة هل تعلم غموض، وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل غموض.